الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة المصرية كما عودتنا دائما أنها وبحق هي خير سند لشعب مصر العظيم في أزماته التي قد تتعرض لها البلاد. هذا هو ما يحدث بالفعل هذه الأيام، حيث تستعد عناصر القوات المسلحة المصرية المختلفة باستعدادات غير مسبوقة وإجراءات صائبة في تناغم وتنسيق كامل مع باقي أجهزة وإدارات الدولة المختلفة في التصدي للعدائيات المحدقة بالبلاد، ذلك دائما انطلاقا من قواعد راسخة تكسبها شرعية ما يمكن أن تقوم بتنفيذه حفاظا على أمنها القومي. مشاهدينا الكرام، هذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصي لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة أمان 3، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة. وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الإشارة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير لمنظومة التأمين الفني والإداري للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة، كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والتي تم خلالها عرض التقارير والقرارات لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف مراحل العمليات. كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار العلمي المدروس أثناء إدارة العمليات، مشيرا إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من منظومة التحديث والتطوير التي تتم بكافة الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عينات سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق،
وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتي، وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يسهم في مجابهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الإماراتي بالقاهرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. وتضمنت المرحلة الختامية شرحاً مفصلاً عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية. أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. بوسعك أن تجتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة، بمقدورك أن تقهر المستحيل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل، أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية. بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً.
على منصات التتويج الأولمبية والعالمية، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزا خالدا لوطنك. من هنا، من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال. 4 صروح رياضية تغطي كافة محافظات الجمهورية، تهدف إلى رعاية الموهوبين رياضيا ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالا أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميداليات في كبرى المنافسات الرياضية الدولية. جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب. اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدماً، رعاية طبية متقدمة. الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا، وأنت تملك الاختيار. بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك. المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال. وفي النهاية نقول إن مصر دولة قوية تتمتع بإرادة صلبة وعزيمة قوية، ولا تسمح أبدا لأحد بفرض أي إرادة عليها. حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا.